الحمد لله بعد النجاح الباهر اللي كان في النسخة الأولى العام الماضي في نفس زي هذا الوقت، تشرفنا للمرة الثانية على التوالي أنه نستضيف النسخة الثانية من البطولة. 132 لاعب على مستوى العالم شارك في البطولة هذه، أغلب المصنفين 15 الأوائل كانوا حاضرين معنا، بطل النسخة السابقة كان حاضر معنا. السنة الماضية نحن وصلنا تقريبا ل 35 ألف زائر للفعاليات المصاحبة وللبطولة. السنة هذه الحمد لله وصلنا إلى أكثر من 55 ألف زائر حتى الآن، وقد يعني نوصل ل 60 ألف زائر إن شاء الله قريب. اليوم اختتام البطولة، زي ما أنتم ملاحظين المنصات الخاصة بتسليم الدروع والكأس التابع للبطولة، المنافسة شديدة جدا. نحيي شركائنا في الاتحاد السعودي للغولف على رأسهم معالي الأستاذ ياسر رميان، هذه استراتيجية كاملة للدولة تحت رؤية 2030، دعم الرياضات النوعية، دورنا نحن في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التركيز على أربع مسارات استراتيجية جدا واضحة. من الاستراتيجيات هذه التركيز على السياحة والترفيه والتركيز على جودة الحياة. كل ما نشاهده اليوم جزء من المنظومة المتكاملة هذه، من توفير مرافق عالمية المستوى والمعايير حائزة على جائزة الأفضل على مستوى العالم لعام 2019 و2018. نفخر دائما في المدينة الاقتصادية بتوفير مثل هذه الأرضية الخصبة على أساس تتطور اللعبة، سواء لاستقطاب اللاعبين الجدد الهواة وتحويلهم لمحترفين مع شركائنا في الاتحاد السعودي للغولف، أو حتى استقطاب رجال المال والأعمال بصفة عامة، لأنه معروف رياضة الغولف تستقطب المستثمرين، تستقطب رجال المال والأعمال، أغلبهم يحب يمارس الأعمال والاستثمارات وأخذ القرارات المهمة على ملعب الغولف. فاليوم نحن جاهزين بمرافق رائعة عالمية معترف فيها، وملعب جدا رائع زي ما أنتم ملاحظين، وجو أروع. فالفعاليات المصاحبة الحمد لله موجودة، نحن مستمرين بعد اختتام البطولة هذه في فعاليات موسم عالم اللحظات إلى منتصف أبريل بإذن الله. جزء منه كمان مفاجأة بإذن الله، في مارس حتقام أول بطولة نسائية اللي هي الجولة الأوروبية للسيدات للغولف على ملعب الرويال جرينز. الدعوة موجهة من الآن للجميع، وبالذات بناتنا وأخواتنا اليوم لهم دور جدا جدا فعال في المجتمع، يسرنا وجودهم هنا يتفرجوا ويشاهدوا على البطولة بإذن الله. وزي ما سمعت أنه في قد يكون واحدة من اللاعبات السعوديات الهواة حتكون مشاركة في البطولة، مصدر فخر بالنسبة لنا ومصدر سعادة. عندنا أكاديمية جدا رائعة في الخلف تابعة لملعب الرويال جرينز، قائمين عليها شباب جدا متخصصين مهتمين ومدربين تدريب كامل لاستقطاب جميع المهتمين باللعبة اللي حابين يطوروا نفسهم ويتعلموا اللعبة، يشرفونا هنا في الملعب ونحن حاضرين بإذن الله.